سالي، وضمن صباحنا غير مستمرين بحملات التوعية بشهر تشرين الأول. لا طبعا يتجه العالم بكافة مجاله للتوعية بمرض سرطان الثدي من خلال ندوات توعية وفتح المراكز للفحص المبكر عن هالمرض الخبيث. خاصة وأنه من المعروف أن نسبة الإصابة الأكبر للنساء كانت لصالح سرطان الثدي عالميا، إلى جانب كونه المسبب الثاني للوفاة من السرطان عند النساء. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع وضمن حملة التوعية، معنا بالاستوديو دكتورة نورس نبيل جعفر، أخصائية بالأورام السرطانية. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يعني بداية دكتورة، عم نحكي عن شهر تشرين الأول، هو شهر التوعية عالميا بمرض سرطان الثدي، هالمرض اللي بيصيب فيه أغلب النساء بالعالم. خلينا نحكي عن طرق التوعية خاصة بسوريا. هالسنة عم نلاحظ في حملة إعلامية كبيرة للتوعية من سرطان الثدي، وأيضا شو النقاط اللي لازم السيدات اللي عم بيشوفونا يركزوا عليها؟ هالسنة الحمد لله أنه كان في شكر كبير لوزارة الإعلام ووزارة الصحة، أنه كان في اهتمام كتير كبير من ناحية سرطان الثدي ومحاولة التوعية بهالموضوع هذا، بحيث أنه كان في حملات كتيرة لأنه ينشرح للمرضى أنه كيف نحن ممكن نفحص ونكشف هذا المرض بفترة مبكرة. لأنه بتعرفي نحن لما بينكشف المرض بفترة مبكرة في نسبة كتير شفاء كبيرة كتير، خاصة الفحص الذاتي اللي عم يحكوا عنه الكل. هلا نحن طبعا بنفضل اول شيء السيده تفحص حالها ذاتيا. كيف تفحص حالها ذاتيا؟ يعني نحن بعمر الـ40 اذا ما كان في قرابه، ما كان في خطوره عائليه، فنحن من عمر الـ40 وطالع بتصير فحص ذاتي. بعد نهايه الدوره بيكون الثدي ما هو مكتنز، بتصير تفحص بايدها الثدي المقابل، بحيث تفحصه بكل ارباعه. اذا جزت بكتله او حست في شيء غريب فيها، فهون الافضل انها تراجع الطبيب. هي أول من المشعرات اللي نحن فينا نكشف فيها هذا السرطان. في عنا شغلة تانية، نحن القرابة إلها كتير خطورة إنه يصير في معنى السرطان فيها. تمام. هلأ مثلا إذا كانت الأم مصابة ففيك خطورة كتير كبيرة للبنت ولا الأخت إنه يصير معها. دكتورة، من جهة الأم يمكن أكثر لسه خطورة على من جهة الأب، صح هذا الحكي؟ تمام، بيقولوا لجهة الأم أكثر، يعني حتى بتلاقي إنه الأخت البنت في عندهم خطورة أكثر، يعني توصل أحيانا لثلاث أضعاف. عشان هيك نحن بننصحهم انه هدول اللي عندهم خطوره اكثر انه يعملوا الفحص بعمر ابكر، يعني من ال 35 واطلع طالعين. هلا نحن بقول لك انه 35 ولساتها صغيره وهيك، بس انه الوقايه افضل من انه لا سمح الله نوصل لبعدين للسرطان. ميزته كمان سرطان الثدي انه وسائل الفحص تبعه ما انا هالوسائل الغازيه مثلا انه خزعات وهالقصص. تمام، هي عباره عن اول شيء عن فحص ذاتي. حست انه لا، خلينا نعمل الماموجرام. الماموجرام فحصه بيكون برابع يوم او خامس يوم للدوره، فحص يمكن يتكرر بس مره بالسنه، بس انه منشان نحن نضل على مراقبه له وما نخليه انه لا سمح الله يصير شيء زياده. هلا الماموجرام له اقسام، له لما بتطلع الصوره تبعه طبعا الاولى والثانيه فهن طبيعيات ما في شيء. طبعا اذا لا سمح الله طلعت الثالثه، الدرجه الثالثه، فهي هون انه نحن لازم نراقبها كل 6 شهور. عشان هيك احيانا بنكسف الصوره، بس اكثر من 6 شهور لا. اذا كانت رابعه او خامسه هون طبعا في خزعه بدها تتاخذ وفي تشخيص حيكون لا سمح الله للسرطان. تمام، يعني مثل ما حكيتي دكتوره، اول شيء الفحص السريري اللي يعتبر الفحص الذاتي بالمنزل. تمام. بعدين بتتجه المراه للفحوصات الطبيعيه. خلينا نفوت بموضوع السرطان كذكر وانثى. دائما يعني في بدنا نفرق بيناتهم، فخلينا نحكي شوي شو الفرق. هلا نحن من الناحيه العلميه ما في انه هذا المرض ذكر وهذا المرض انثى. تماما. هلا نحن من الناحيه اللي نحن يعني العوامل المتداوله. تمام، انا هذا اللي بدي اياه عشان نشرحه. تمام. هلا بالعوام بيجوا بيقولوا لك انه انا معي انت ولا ذكر. تماما. هلا الانثى انه هن دائما بيعتبروه انه هو الخطر اكثر، يعني هذا بنعتبره مراحل متقدمة. هلا يمكن في إحصائية خلال الأطباء اللي كانوا معنا بصباحنا غير، إنه كل 9 نساء في وحدة مصابة بسرطان الثدي. هو أغلب عند النساء من الرجال، الرجال حالات استثنائية لكن يصابون فيه. تمام. في عندهم إصابات الذكورة، طبعا بيصير عندهم تسدي، بيصير في عندهم كبر بحجم الثدي، بس حالتهم دائما بتكون أقل. أقل. أقل بكثير منهم. وشفاؤهم يمكن أكثر. هلا معالجتهم نفس المعالجة تبع الإناث، ما في اختلاف فيها، بس طبعا لانه هن حالاتهم بتكون اقل، فانت بتكون يعني ما بتشوفي كثير عليها احصائيات بتكون. صحيح. بس لما بيكون المرض شائع اكثر بتصير عليها احصائيات اكثر، وبتعرفي انه معالجاته قد ايه وقد ايه نسبه الشفاء فيها.
تماما، كيف فيهم ياخذوا خزعه او شيء ليقدروا يعرفوا انه هذا المرض انثى ولا ذكر؟ او مثل ما قلتي هو بالمنحى العلمي ما رح نسميه هيك، خلينا نوضح نرجع تسميته. تمام. وكيف بيعرفوا او بيكتشفوا وشو الفرق بيناتهم؟ هلا نحن السرطان هو عباره عن تكاثر للخلايا، طبعا له مراحل هالتكاثر هذا، اول شيء بيكون تحت الغشاء لسه ما اجتازه، بعدين ببلش ينتشر شوي شوي، بيظهر على شكل كتله، بيظهر على شكل نز، هي الاعراض اللي نحن ممكن كثير نشوفها، ممكن نلاقي كبر بحجم الثدي غير الثدي الثاني، ان كان للاناث وان كان للذكور، بس نحن هلا بعد ما نعمل طبعا الفحص الذاتي، بعد ما نعمل المامو والايكو، ببين معنا انه هي الكتله شو ماهيتها، ممكن ناخذ منها خزعه. هلا الخزعه هي اما بتتاخذ عن طريق الابره او انه ناخذها عن طريق خزعه بنسميها خزعه مخروطيه، وهي الاحسن انه بحيث تاخذ نسيج كامل، مو انه بس انه رشافه بابره. هالخزعة هي لما بناخدها منحللها ومنها بيطلع تشريح المرض شو نوعها. هلأ ممكن تطلع طبيعية انه هي كيس ليفي، ممكن تطلع لا خبيثة من انواع السرطانات، طبعا في لها انواع محددة. هلأ نحن مثل ما بيقولوا بالعوام الذكورة، فهذا هون بتلاقيه انه لا هذا مرحلة رابعة، يعني هون بيكون منتشر باكثر من منطقة، مو فقط محتصر انه محصور بالثدي، انه بتلاقيه بالكبد، بتلاقيه بالرئة، بتلاقيه موجود بعقد لمفاوية، فهون نحن بنعتبره مرحلة رابعة. هون هنا بيقولوا انه هذا انت ولا ذكر. تمام. هون بيحددوا هيك العوام. دكتوره يمكن الحاله النفسيه صارت معروفه عند كل العالم انه هي بتلعب دور، وخاصه عند المراه لما تعرف انه هي مصابه بسرطان الثدي. تمام. كيف بتم التعامل من خلالكم كاطباء مع الانثى لتعطوها هي القوه لتواجه هي المرض، خاصه انه شفنا كثير نماذج بالعالم والعالم العربي قدروا يتخلصوا من هذا المرض ويمكن استأصلوا الثدي ولساتهم عايشين حياتهم. تمام. هلا نحن سرطان الثدي إذا انكشف في المراحل المبكرة فأنت هون تقدري تفعليها كتير كتير. هلا الحمد لله العلم عم يتطور، يعني احنا ما اكتفينا فقط بالمعالج الكيماوي، صار في عنا علاج هدفي بيستهدف فقط الخلية الورمية، ما انه مثلا بيستهدف كمان الخلايا السليمة مثل الكيماوي، عنا كمان هلا العلاج المناعي فتح له مساحة كبيرة كمان، انه بيجي مشان زيادة مناعة الخلية، مشان انه يحاول هو يقتلها للخلية السرطانية. هلا نحن لما بنشرح لها هذا الموضوع وبنقول لها انه نحن امورنا للشفاء باذن الله، خاصة انه نحن اذا استأصلنا قدرنا انه نستأصل الكتلة او الثدي بشكل كامل ونجرف العقد وكانت مرحلتها بالأولى، فهون في نسبة شفاء كتير كبيرة وعلاجنا حيكون هو علاج وقائي. ما أنت بتستأصله الثدي بالكامل لما يكون واصل لمرحلة متطورة؟ لا مو شرط. هلأ أحيانا إذا كان حجم الكتلة كبير وحجم الثدي صغير فهون أنت بتستأصلي الثدي بشكل كامل، أحيانا هي بتكون الكتلة موجودة بربع موجودة وحجمها صغير فنحن هون مستأصله ربعي، بنخلي محافظين على الثدي لأنه هذا كمان بيعطي دفع نفسي إلها للمريضة. صحيح. بنضل حافظين عليه وبس مستأصل هالكتلة هاي مع حواف سليمة، احنا بيهمنا انه تكون حواف سليمة مشان لا سمح الله ما يرجع هالمرض ويتكاثر، وعلاجنا بيكون بالنهاية هو علاج وقائي، نعطي كيماوي وراء أشعة، في تحاليل تانية ممكن نشوف انه بتنعطى هرموني، لأنه نحن بيهمنا كمان الثدي الثاني بيصير في عليه خطورة تانية، خطورته بتوصل ل50% انه لا سمح الله ينصاب، لأنه بيكون في عنا طفرات موجودة بالجسم هي اللي عم تساعد على هالموضوع. صحيح. يعني دكتورة مثل ما حكيتي بالبداية أنه كل ما كان الاكتشاف للمرض مبكر كل ما ساعد بالعلاج، دائما أنه الأشعة أو الكيماوي هو بشكل شوي حالة خوف رعب. صح. حتى أحباط عند الرجال المصابين. أيمت بيكون العلاج بالأشعة وأيمت بيكون العلاج بالكيماوي؟ إحنا في نوعين للمعالجة، أول شيء حسب المرحلة تبعنا، إذا كانت عندنا المرحلة أولى وقدرنا أنه نستأصل الثدي بشكل كامل وقدرنا نستأصل الكتلة بشكل كامل مع عقد قدرنا نقيمه، فنحن هون وما كان في شيء لا انتقالات أبداً لأي مناطق تانية، فهون نحن علاجنا بنسميه أدجوفنت يعني علاج وقائي. بيتاخد علاج كيماوي على مدة 6 جرعات أو 8 جرعات، طبعاً في إلها تأثيرات جانبية نحن بنشرح لها إياها للمريضة ومن إلها التأثيرات هي بترجع طبيعية، يعني مثلاً فقد الشعر كل واحد يعني عنده هل بيخاف منه بيتضايق منه، فنحن بنقول انه بعد العلاج الكيماوي ما ينطرح من جسمنا حيرجع كله طبيعي، يعني حيرجع الشعر مثل ما كان وحيكون اقوى من اول، حنقول انه مثلا ممكن يصير معنا نحن غثيان اقياء من هالقصص نحن نعطيها كوقايه له مع كل جرعه. بعدين في عنا العلاج الشعاعي، العلاج الشعاعي كمان هذا كوقايه بنفس المنطقه اللي نحن مشان ما تنكس فيها،
في عنا كمان إذا كان في عنا مستقبلات إيجابية للهرمون، يعني في نحن عن نقي الثدي الثاني. طبعاً مو كل السيدات بيطلع مستقبلات إيجابية عندها، اللي بيكون عندها مستقبلات إيجابية في عندها فرصة أكبر بالوقاية. يعني من عوامل الإنذار الأفضل إنه ما لا سمح الله ما ينقص الثدي. تمام. طب قد ايه مدة العلاج إن كان بالكيماوي أو بالأشعة مثل ما عم نحكي؟ يعني قد ايه ممكن السيدة قبل ما تخضع للجراحة كيف تقرروا إنه ممكن تخضع للجراحة أو بهالفترة؟ هلا نحن في هلا خطوات جديدة بالدراسات الجديدة إنه نحن ممكن إنه نعطي إذا كان حجم الكتلة كبير بالثدي ممكن نحن نبلش بالكيماوي قبل ما نعمل الجراحة، بس نحن بنكون مشخصين وأخذين خزعة. فنحن بنعطي 4 جرعات الفاصل بيناتهم 21 يوم، وبعدين بنقيم الثدي بالإيكو والمامو مرة ثانية وبالفحص السريري. لقيناها صغرت الكتلة، صارت العملية أسهل إلنا، نقدر إنه نعمل العملية مع حواف سليمة، مع إنه نحن نقدر نفيدها من شان ما ينقص مرة ثانية وقتها بنعمل العملية. هلا في بعضهم إنه لا بيعملوا العملية بالأول وبعدين بيتجهوا للكيماوي. الكيماوي طبعا مثل ما حكينا حسب استجابة الجسم. دكتورة كمان هي بتلعب دور؟ تلعب دور كتير. يعني إذا رفض الجسم الكيماوي ممكن تلجأوا دغري للجراحة؟ هلا مو يرفضوا، إنه إنه تستجيب الكتلة على العلاج الكيماوي. طبعا هون بدك تغيري المعالجة الكيماوية إلها، بدك تغيري لخط ثاني. عندنا أدوية كتير بدك تبلشي فيها واحد واحد. وهذا كتير أكتر شيء بنلاقيه بالانتقالي، لما بيكون منتقل الورم لأنرين تانية بالكبد، وهون بتلاقي شوي صارت يعني المعالجات انه يا ترى استجاب ما استجاب. بتقيمي بعد 3 شهور تشوفي الصور صغروا كبروا هالقصص هاي. تمام. يعني دائما في استجابة لأجسام وأجسام، احيانا الجهاز المناعي بيلعب دور وخاصه بالعلاج الكيماوي مثل ما هو متعارف عليه. قديش في حتى العامل النفسي غير انه الجهاز المناعي؟ كيف بتستجيب اجسام واجسام، وكيف فينا نقول لكل العالم انه يكونوا اوايا، لانه هو القوه والاراده هو نصف العلاج. تمام. هلا نحن بدنا ننصحهم انه نحن لما بيصير في استئصال وما في انتقال فانتم اموركم باذن الله للشفاء. هاي الكلمة هاي لحالة لازم إنه تبعث جواتهم إنه الدعم، تقولهم إيه أنا لازم أكون أقوى من المرض، أنا لازم أتغلب عليه، بدي أكمل حياتي، بدي أثبت وجودي بالمجتمع، ما بدي إنه خلص أنا لا سمح الله انصبت بهالمرض لازم إنه أقعد بالبيت وانتهى الموضوع. لا، نحن لازم نكمل حياتنا مثل ما هي، ومع هالمعالجة هاي الفترة هالقليلة هاي تبع المعالجة اللي هتكون هي تقريبا من 6 شهور هاي، نحن لازم ما إنه تحبطنا، ما إنه لازم تخلينا خلص انتهت حياتنا. نحن هالفترة هاي بقلك إنه تأثيراتها سئيلة، التأثيرات الجانبية تمام، بس نحن إنه مع هالتأثيرات لازم نكون أقوى من هيك، لأنه حياتنا حنكمل وفي نسبة شفاء كتير كبيرة. نحن مدام في نسبة شفاء فنحن المرض صار إنه ما لازم نخاف منه، لازم بالعكس نحاول انه نكشفه بالاول لحتى ما لا سمح الله نوصل لمراحل متقدمه. اكيد دكتوره انا بدي اشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ودائما بنقول انه شهر تشرين الاول هو شهر التوعيه للمبكره للكشف عن السرطان الثدي، ودائما نقول خلي كل حدا اقوى من هذا المرض لحتى يقتله هو بالاراده الحياه اللي عنده. وشكرا لوجودك معنا، وان شاء الله الكل يكون استفاد من النصائح. شكركم كثير ويسعد صباحكم. اكيد شكرا لوجودك معنا، بدنا نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين بالسرطان، وبدنا نقول لهم كمان انه الاراده اقوى، وكلنا يعني معرضين دائما، ولكن دائما بتكون الاراده القوه. تمام. هي عنوان ما نخاف. تمام. نعمل نسعى على الكشف المبكر لانه النتائج حتكون كثير لصالحك. لك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. رح نضل سالي بهذا الموضوع ضمن حملة التوعية بمرض سرطان الثدي، ورح أكيد ناخذ نصائح جديدة مع دكتور شادي خلوف أخصائي بالأمراض النسائية وجراحته، منتابع النصيحة سوا. صباح الخير. من ضمن حملة التوعية للكشف عن سرطان الثدي رح نضيف اليوم على الأسباب الحقيقة اللي حكيناها في المرات السابقة أسباب أخرى. البدانة هي عامل كتير مهم. نحن عم نعاني بالوقت الحالي الحقيقة بعصرنا الحالي من وجود سيدات عندهم زيادة في الوزن، وأحيانا بيوصلوا للبدانة وفوق بدانة، وبالتالي هذا الوزن الزايد عند السيدة هو أحد العوامل اللي ممكن تكون مؤهبة. السيدات بيستغربوا الحقيقة أنه ليش أنا إذا زايد وزني شوي فهل أنا معرضة أكثر؟ هو مو كل السيدات اللي عندهم زيادة في الوزن هي رح ينصابوا، ولكن السيدات اللي عندهم تأهب للإصابة، أنا وجود زيادة الوزن عندي هذا رح يساعد أكثر على ظهور إصابة بشكل أسرع، ويمكن يكون بشكل
درجة الإصابة ممكن تكون متطورة أكثر. فلذلك خلينا نركز عند السيدات خاصة عندهم عوامل إصابة، عندهم قصة عائلية لا إصابة بسرطان الثدي، يكون يعني هن وزنهم ضمن المجال الطبيعي، يحاولوا يخففوا وزنهم قدر الإمكان، يعتمدوا على تغذية طبيعية أكثر، يعتمدوا على تغذية قليلة البروتين أكثر حتى نحن نكون ضمن المجال الآمن أكثر بموضوع سرطان الثدي. وبرجع بقول أنه البدان كتير عامل مهم، لازم سيداتنا يضلوا منتبهين لهذا الموضوع، كل ما قدرنا نخفف وزننا أكثر فنحن رح نبعد أكثر عن احتمال الإصابة والتأهب للإصابة. وأكيد نتمنى الصحة والسلامة للجميع.